بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بقى علينا محاضرة واحدة فقط من chapter 2، وهذه المحاضرة بتتعلق في إيجاد الـ components of a force in space. شو يعني in space؟ يعني بدنا نأخذ three dimensional، ثلاثي الأبعاد. دائما هذه الحالة هي الحالة العملية. فإذا بنشوف هذا الدياجرام، إذا كان هذا السهم يمثل القوة F، طوله طبعا بيمثل قيمة هذه القوة، واتجاهه بيمثل الاتجاه، لأنه F كنا عنه vector فبده اتجاه وبده قيمة. هسا التحديد الاتجاه كمان يمكن عمله عن طريق إيجاد الزوايا اللي الخط العمل القوة هذا بيعملوا مع الـ X-axis، مع الـ Y-axis، مع الـ Z-axis. وهذا بساعدنا على تحليل هذه القوة بالاتجاهات الثلاث زي ما بدنا. هلا بالطريقة اللي احنا لو بدنا نحلل، لو أنا أعطيت هذه الزاوية ثيتا Y اللي هي بين خط عمل القوة F وبين الـ Y-axis، وبقدر أحلل هذه القوة الـ F باتجاه الأفقي وباتجاه العمودي اللي هو يعني coincide with the y-axis. الآن هذا معنى ذلك إن ال fy هي f مضروبة في cosine الزاوية theta y، وال horizontal component is equal f times sine theta y. هذه القوة f h ممكن نحللها باتجاه الـ X-axis وباتجاه الـ Y-axis إذا عرفنا هذه الزاوية أو هذه الزاوية، يعني خط عمل الـ FH مع الـ Z-axis أو مع الـ X-axis، لأنه الـ XZ is on the horizontal plane. فلو أخذنا الـ Phi هي الزاوية بين خط عمل الـ FH والـ F-axis، نقدر نحلل هذه الـ FH باتجاه الـ X-axis بتساوي FH مضروبة في كوساين الثيتا، هذه بتعطيني FX، والFH مضروبة في ساين الثيتا بيعطيني FZ. فهذا بما انه FH انا بعرفها تساوي F times ساين، فبهذه الحالة انا بامكاني احط القيمة FX ب in terms of F with theta Y with phi. فصارت fx تساوي f sin theta y cosine phi، أو وكذلك fy تساوي f times sin theta y sin of phi. طيب الآن تصور أنه عندي أنا بدل ما نأخذ ال phi والثيتو y، عندي الزوايا theta x وtheta y وtheta z اللي هي الزوايا بين خط عمل القوة وبين خط عمل القوة وبين الـ X-axis وبين الـ Y-axis وبين الـ Z-axis. ففي هذه الحالة إذا معي الزوايا هذه، بقدر أجد المركبة لهذه القوة F باتجاه الـ X-axis simply by timing F مضروبة في كوساين الزاوية اللي هي بين خط عمل القوة وبين الـ X-axis. كذلك الـ Fy تساوي F مضروبة في كوساين ثيتا Y، والـ Fz تساوي F مضروبة في كوساين ثيتا Z. في هذه الحالة أنا وجدت كل الـ components. فالـ F بقدر أحطه أو أكتبه rather in terms of Fx و Fy و Fz as F equal Fx باتجاه الـ I، لأنه هذه المركبة باتجاه الـ X-axis، والـ Fy باتجاه الـ J والـ Fz باتجاه الـ K. هذا هو الـ vector representation of the force in terms of I و J و K. طبعا نحن بنعرف انه الـ Fx هي F مضروبة في cosine theta X، والـ Fy بتساوي نفس الشيء F times cosine theta Y، فكل واحدة فيها F. فلو طلعنا الـ F خارج الأقواس بيطلع عندي الـ F كـ vector بتساوي القيمة العددية للقوة مضروب في كوساين ثيتا X باتجاه الـ I كوساين ثيتا Y plus كوساين ثيتا Y باتجاه الـ J plus كوساين ثيتا Z باتجاه الـ K. اللي بين أقواس هذه بنسميها direction cosines، وهذه هي اللندا اللي هي وحدة
الفكتر اللي باتجاه الكوة. زي I هي unit vector باتجاه X وJ unit vector باتجاه Y وK unit vector باتجاه Z. كذلك لندا هي unit vector باتجاه الكوة نفسها. فهذه اللندا. اللندا تساوي كوسان ثيتا X باتجاه I، كوسان ثيتا Y باتجاه J، كوسان ثيتا Z باتجاه K. ولاحظ إنه هذه اللندا قيمتها العددية واحد، لكنها مش لكنها باتجاه ال F. فهذه هي اللندا. لاحظ it's a vector, it's a unit vector. هذولا بنسميهم direction cosines، كوسان ثيتا X، كوسان ثيتا Y، كوسان ثيتا Z. الآن خلينا نشوف على هذا يعني rectangular components. تصور إني أنا عندي هذا هذه الكوة اللي هي خط عملها بيبدأ من نقطة M وبينتهي في النقطة N أو بهذا الاتجاه، يعني باتجاه M لN. هذه الكوة إلها قيمة وإلها اتجاه. الاتجاه بدنا نقول إنه باتجاه اللندا، وهذه اللندا كنا إنها unit vector. نقدر نحددها عن طريق الكوردينتس الموجودة للنقطة M والنقطة N. الكوردينتس للنقطة M X1 Y1 Z1، هذه يمكن تكون أرقام حقيقية، والكوردينتس للنقطة N هي X2 Y2 Z2. الآن الفكتر اللي بيصل من M ل N نقدر نكتبه عن طريق الإحداثيات أو عن طريق طول المسافات اللي بنمشيها لما نتحرك من M ل N. فبدنا نتحرك باتجاه ال X، هذه المسافة اللي هي DX. فصار عندي الفكتر هذا MN كفكتر اللي هو D، خلينا نقول عنه D كفكتر، يساوي هذه المسافة اللي خلينا نقول عنها DX باتجاه ال I، زائد هذه المسافة اللي هي DY باتجاه ال J، زائد هذه المسافة باتجاه Z. فصار عندي D هذه كفكتر معطي معاي in terms of the components باتجاه ال X باتجاه ال Y باتجاه ال Z. لكن لاحظ كمان انه DX هذه هي عبارة عن الفرق بين الإحداثيات ال X لهذه النقطة وهذه النقطة. يعني لو هذه النقطة إحداثياتها X2 وهذه إحداثياتها X1، فالمسافة هذه X2 minus X1. فصارت DX هي عبارة عن X2 minus X1. Likewise DY is equal Y2 minus Y1 وDZ تساوي Z2 minus Z1. صارت F تساوي F. الآن نقدر نقول إنه الF هي عبارة عن قيمتها مضروبة في اللندا. بس إيش هي اللندا؟ اللندا انتبه، هذه الوحدة اللي إحنا كنا عنها وحدة الاتجاه للقوة، اتجاه القوة، هي عبارة عن DX زائد DY زائد DZ كله باتجاه الI والJ والK divided by المسافة هذه. المسافة هذه اللي يعني مسافة الـ MN يساوي DX تربيع زائد DY تربيع زائد DZ تربيع اللي هي D. فالD هي عبارة عن أخذ الجذر التربيعي للمسافات عن طريق البايثاغورس، يعني هذه تربيع زائد هذه تربيع زائد هذه تربيع بتعطيني المسافة هذه MN اللي هي D. فDX على D هذه اللي هي كوساين ثيتا X، ودي واي على دي كوساين ثيتا واي، ودي زد على دي كوساين ثيتا زد. فهذه الآن نقدر نقول هذه الاف اكس، الاف اكس كقوة بدنا نساوي الاف، قيمة الاف مضروبة في كوساين ثيتا اكس اللي هي دي اكس، دي اكس على دي، والاف واي تساوي اف مضروبة في دي واي على دي اللي هي كوساين ثيتا واي، والدي زد الاف زد تساوي دي زد على دي اللي هي كوساين ثيتا زد. فبهذه الطريقة بنقدر نعبر عن القوة باتجاهات الثلاث اللي احنا معطينها. ف
خلينا ناخذ مثال رقمي. بكل هنا في عندي guy, هذا الguy, the tension in the guy wire, هذا الguy wire اللي هو guide wire. في عندنا هنا pylon أو tower, وهذا pylon مثبت أحد تثبيتاته عن طريق الكيبل هذا BA, مثبتنا عند هذه النقطة على الأرض. طبعا في عندك كوابل ثانية بس أنا بدنا خلينا نركز على هذا الكيبل AB. فبكل القوة التنشن في هذا الواير 2500 نيوتن التنشن. أنا شو بده هو بكل أوجد أو determine the components FX, FY, FZ of the force acting on the bolt at A. يعني عند هذه النقطة قديش قيمة الـ FX, قديش قيمة الـ FY, وقديش قيمة الـ FZ. طبعا عند هذه النقطة الشد بده يكون بهذه الطريقة, يعني AB اتجاهه من A إلى B, لأنه بكل أوجد الشد عند هذه النقطة. معنى ذلك نتكلم عن القوة اللي بتبعد عن A يعني بهذا الاتجاه. فبدنا الـ FX والـ FY والـ FZ عند هذه النقطة لا التنشن نفسه. طبعا نعرف انه التنشن 2500, لكن الان نعرف الاتجاهات مثل ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زد. فمشان نجد هو طالب بدنا ثيتا اكس, طالب منا نجد ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زد. فهسك شو بدنا نعمل؟ بدنا اول ايش نحدد قديش الكوردينتس عند هذه النقطة والكوردينتس عند هذه النقطة, يعني قديش اكس اي واي اي وZA, ونشوف كديش XB YB وZB, ونستخدم القانون اللي استخدمناه قبل حتى نستخدم اليونت فاكتور. طبعا اليونت فاكتور احنا عارفينه انه يساوي DX على مسافة هذه على AB. فاحنا خلينا نشوف اول ايش كديش D اللي هي مسافة AB نفسها, مشان نقسم DX على هذه مشان يعطيني ثيتا X. فالAB بتساوي هسا احنا كيف بدنا نعرف احنا يعني مشان نجد قديش الكومبوننت اي بي. تصور نفسك انك انت عند اي وبدك تروح على بي. هلا في طريق, الطريق المباشر ممكن نروح الطريق المباشر بس هذا بساعدناش. فاحنا بدنا ننتقل من اي ل بي عن طريق نمشي باتجاه الاكس اول, بعدين باتجاه الواي, بعدين باتجاه الزد. مش شرط بهذا الترتيب بس بدنا نمشي زي الروبوت, يعني بدنا نمشي على الأرض باتجاه X والY والZ. فلو أنا عند A, عند النقطة A لاحظ, وبدي أروح باتجاه X axis, فبدي أمشي هذه المسافة, هذه المسافة من هون لهون من A لحد يتصل لهذا الخط. هذه المسافة 40, بس هذه المسافة 40 باتجاه Z الY X, هذه المسافة 40 باتجاه X سالب X, لأن أنا ماشي باتجاه عكس الاكس, فصارت ماينس 40 باتجاه الاي. انا عند هذه النقطه هسه, فبدي انتقل من هذه النقطه, بدي اطلع المسافه, هذه المسافه مشان اطلع باتجاه, يعني بدي اطلع لفوق باتجاه الواي, او يمكن تقول اني انا هنا بدي اروح باتجاه الزد. فاتجاه الزد هذه المسافه اللي هي هذه المسافه اللي هي 30 باتجاه الكي. طيب هسا واحنا عند هنا بدنا نطلع على بي باتجاه الواي, فبنطلع مسافة 80 باتجاه الجي. فصار عندي الدي او اللي هي الاي بي بتساوي ماينس 40 باتجاه الاي, 30 لاحظ باتجاه موجب لان انحركت من هذه النقطة للأوريجن بهذا الاتجاه موجب, الزد هنا موجب, اذا تحركت باتجاه الحرف بتكون موجب. فتحركت من هون لهون باتجاه موجب اللي هي مسافة 30, هذه مسافة هاي مسافة 30 باتجاه الكي. بعدين انا بدي اتحرك من هذه النقطة واطلع لفوق باتجاه الواي, ففي عندي 80 باتجاه الجي. فهذا هي الكومبوننتس. هسه الاي بي نفسها هي عبارة عن ايجاد الجذر التربيعي لهذه التربيع زاد هذه التربيع زاد هاي التربيع, فصارت الاي بي تساوي 40 سكواد 80 سكواد 30 سكواد اللي هي هذه القيمة. هلا مشان نجد اللندا بدنا نقسم قديش الاحداثيات اللي باتجاه الاي على الدي هذه او الاي بي, فهذه ماينس 40 على
94.3 باتجاه الاي اللي هي هذه كوساين ثيتا كوساين ثيتا اكس. بعدين عندي ال80 على هذه نفس الشيء. بعدين عندي ال30 على هذه. فكل واحدة انا بجدها، فلما نجدهن هذه هي بتعطيني اللندا اللي هي يونيت فاكتور باتجاه القوة اللي هي هذه اللي بالازرق اللي هي زي الجي زي الاي زي الكي بس باتجاه الاف. فهذه يونيت فاكتور. يعني لو تلاحظ انك تربع هذه التربيع زائد هاي التربيع زائد هاي التربيع وخذ الجد التربيعي بعطيني واحد. طيب هلا كيف بدنا نجد هالسيات؟ بدنا نجد قديش قيمه الاكس قيمه الاف باتجاه الاكس. نضرب لانه الاف كفكتور تساوي قيمتها مضروبه في اللندا. فاحنا بنعرف انه معطيني تنشن 2500 نضربها في اللندا اللي هي هذول اللي اخذناهم قبل شوي. فبعطيني قديش الكومبوننت باتجاه الاكس قديش الكومبوننت باتجاه الواي وباتجاه الزد. يعني بتضرب هذه في هذه بتعطيني هذه القيمه وهكذا. هسه هذول الاف اكس والاف واي والاف زد هم اول شيء طلبوا مني. الشيء الثاني بيطلب مني بيقول لي قديش الثيتا اكس وثيتا واي. واحنا كنا هسه قبل شوي انه هذه القيم هي عباره عن كوساين الزوايا. الأول هي كوساين ثيتا X والثاني كوساين ثيتا Y والثالث كوساين ثيتا Z. فبنعرف الارك تان. إذا بنجد الارك تان بيجد عندي الثيتا X يساوي 115.1 degrees والثيتا Y 32.0 والثيتا Z 71.5. هذه الزوايا اللي خط عمل القوة بيعملهم مع الX axis مع الواي اكسس مع الزد اكسس. ان شاء الله عند هذه النقطه ننتهي، وان شاء الله نلتقي فيكم في وقت اخر. والى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.